فضيلة الشيخ، امرأة ولدت في رمضان فلم تصمه منذ 20 عاما جهلا منها، يجب عليها أن تصوم الآن وليس عليها سوى الصيام. هل المرأة النفساء التي لم تصم كل الشهر جهلا منها؟ نقول ليس عليها إثم، لكن الآن تطالب بالصوم وليس عليها كفارة. ها؟ تفطر أحد لا أبدا، لا تكفر، يكفي القضاء.